مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع في أهم وأبرز ما تقوله المواقع الإخبارية والصحف العربية واليمنية الصادرة كل يوم. نبدأ من حيث ركزت معظم المواقع الإخبارية اليمنية، وهو ما حدث مع عدد من قيادات مقاومة تعز أثناء زيارتهم إلى عدن. ونقل مصدر أونلاين عن عارف جامل أحد القيادات قوله: إن قوة مسلحة دخلت مقر إقامتهم في الفندق وأشهرت الأسلحة عليهم وسحبت أسلحة الحراسة. تابع جامل: قامت القوات التي داهمت الفندق بمحاولة دخول غرف، بعدها قاموا بإطلاق النار على الأطقم العسكرية خارج الفندق والتابعة لقادة المقاومة، وحاصروا الفندق بأكثر من 25 طقما وحاصروا المنطقة بالمسلحين. ويفيد القيادي أن قوات التحالف تواصلت مع قائد محور تعز العميد يوسف الشراجي، وكلفته بالتواصل مع قادة جبهة في تعز وباستدعائهم من أجل الاجتماع بهم في عدن. أما موقع عدن تايم فقد علق حول الحادثة، قال إن قوات الحزام الأمني تعتقل 4 عناصر بتهمة اقتحام فندق تقيم فيه قيادات المقاومة في تعز. وقال الموقع في التفاصيل: ألقت قوات الحزام الأمني في عدن القبض على 4 عناصر بتهمة اقتحام فندق تقيم فيه قيادات المقاومة في تعز اليمنية. وقال مصدر في قوات الحزام الأمني: تم القبض على 4 عناصر ممن شاركوا في الاعتداء على فندق التوحيد من قبل قوات الحزام الأمني، وتم إيداعهم السجن، وسوف يتم التحقيق معهم لمعرفة الدوافع ومن يقف خلفهم. وأكد الموقع أن قوات الحزام الأمني نفت مزاعم إعلامية تقول إن الاقتحام تم من قبل وحدة من الحزام الأمني. السعودية واليمن ومحادثات الكويت. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد صالح المسفر مقالا وأعاد نشره في موقع مصدر أونلاين، وقال الكاتب: تتسارع وفود عالية المستوى نحو الكويت. الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة، والكل يدفع السلطة الشرعية إلى تنازلات لحل للمشكلة اليمنية التي سببتها هيمنة الحوثيين وأنصار صالح بقوة السلاح على مقاليد الأمور في اليمن. 60 يوما مضت على محادثات الكويت بين وفدي الحكومة الشرعية والفئات الباغية على الدولة والسيادة الشرعية بقوة السلاح واستدراج البلاد إلى حرب ضروس بغية فرض الهيمنة الكلية على اليمن وإلغاء كل منجزات ما قبل احتلال صنعاء في سبتمبر 2014 من تلك الفئة الباغية، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. لا جدال في أن محادثات الكويت تدور في حلقات مفرغة منذ اليوم الأول ولا جدوى منها، لأن الطرف الباغي يملك القوة وتعاطف قوى أجنبية مع أكاذيبه، وكذلك إيران التي تمده بالرأي والسلاح والمال بكل الوسائل اللاشرعية. وموقف السلطات الكويتية من الإصرار على استمرار الأطراف اليمنية في التفاوض فهي تعرف أنها محادثات جدلية لا نفع فيها، لكن الدبلوماسية الكويتية لا تريد أن تعلن للعالم أن هذه المحادثات فشلت في تحقيق أي إنجاز. والحق أنه فشل الأمم المتحدة وليس دولة الكويت، والخطأ السياسي الذي وقعت فيه الدبلوماسية الكويتية العليا اجتماعها بفريق صالح والحوثي، هم يترجمون ذلك اعترافا بشرعيته. وعلى ذلك إذا كان لابد من التواصل مع فريق البغاة فيجب ألا يكون على مستوى القيادات العليا. قضية الطالبة اليمنية منى مفتاح لا تزال تحظى بالكثير من المتابعة، حيث عنون موقع تغيير نت حول مقتل الطالبة وقال: السلطات المصرية تكشف نتائج التحريات الأولية حول مقتل الطالبة اليمنية منى مفتاح في القاهرة. وقال مسؤول أمني مصري: إن التحريات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية ترجح أن الدافع وراء مقتل طالبة يمنية تدرس في الجامعة في القاهرة جنائي هدفه السرقة. وأضاف المسؤول الأمني في تصريحات: التحريات الأولية كشفت تعرض شقة القتيلة للسرقة بعد إشعال النيران فيها. وأوضح أن تحريات الأمن
كشفت عن تعقب الجناة للقتيلة بعد خروجها من مكتب للصرافة بوسط القاهرة حتى وصولها لشقتها، وفيما بعد أشعلوا النيران في شقتها بعد قتلها لإخفاء أثر الجريمة. وبحسب بيان للنيابة لنيابة حوادث جنوب القاهرة، فقد كشفت التحريات أن شقة القتيلة تعرضت للسرقة، وتبين وجود بعثر في محتوياتها، ولفت البيان إلى أنه تم القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم بواقعة القتل. وفي قضية أخرى تابعتها مواقع الأخبار، قال موقع الموقع بوست حول الجريمة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي في محافظة، قالت الميليشيا أن الميليشيا تعترف بمجزرة في النادرة، وتعلن الضحايا شهداء بعد أن اتهمتهم بالإرهاب. وأفادت مصادر مطلعة للموقع بوست أن عددا من قيادة الميليشيا في المحافظة قادوا تحالفا ضد أولياء الدم وأجبروهم على القبول بحل لم يكفل حقهم القانوني، ولم يعاقب الجناة الذين ارتكبوا الجريمة مباشرين أو موجهين، وإنما اكتفوا بوعود لا تختلف عن سابقاتها. وأكدت المصادر أن ضغوط سلطة الميليشيا في المحافظة أجبرت ذوي الضحايا على القبول بالحل المجحف في حقهم بعد تهديد الوساطة لهم عبر وسطائهم بأنه لن يتم الإفراج عن بقية المختطفين في الحادثة بما فيهم الجرحى، وكذا سوف تتم ملاحقة أقربائهم بتهمة الإرهاب. المصادر أضافت أن تهديدات الميليشيا ضاعفت الانتهاك بحق الضحايا وأهاليهم، وأنهم سوف يقاضون الميليشيا حين تتوفر الظروف المناسبة. لماذا تصر ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح على التعنت وخلق العراقيل في عدم إنجاح مؤتمر الكويت؟ يحاول الكاتب السعودي المعروف عبد خال الإجابة عن هذا السؤال في مقاله الذي كتبه في صحيفة عكاظ. وقال الكاتب: الترابط التفاوضي لدى صالح والحوثيين ترابط مفكك في لحمته وفي أجزائه، إذ لا يوجد تواصل بين الهدف والنتيجة، ما يجعل التعنت واضحاً والمداومة على إفشال كل خطوات التفاوض. يشعر المتابع أن فريق صالح يأمل بتحقيق حلم استعادة السلطة كاملة أو مجزأة من خلال أن يكون شريكاً في السلطة، وهو نفس هدف الحوثيين. هذا الحلم هو عقدة أوديب، فبرغم أن صالح تيقن بأنه ارتكب الإثم وفقع عينيه وسار في الصحراء لا يلوي على شيء، أراد محو كل هذه الأحداث ليعود إلى اللحظة التاريخية التي سبقت الحلم وأسست لمجده والوصول إلى سدة الحكم. هذه العقدة الملازمة لصالح أثبتتها الأحداث بدءاً من قيام الثورة في اليمن وانتقال الحكم، مع أخذ ضمانات بأن لا يمس هو ورجاله وبقاؤه رئيساً لحزبه، ونجاته من تفجير والعناية الفائقة التي وجدها أثناء علاجه وعودته للبلاد مظفراً. كل تلك الأحداث أغرته بأن حلم العودة للسلطة ممكن، ومن الممكن نسيان كل ما اقترفه بحق اليمن والشعب. لهذا نجد أن صالح متعلق بالقشة التي يحلم أن تطفو به وتدفعه لاسترجاع مفاتيح اللعبة التي كان يديرها باقتدار. فخلال سنوات طويلة لعب صالح بكل الحبال وضرب القوى والأطياف الشعبية بعضها ببعض، واستخدم بعضها للابتزاز، فعل كل شيء ليبقى في السلطة، فلماذا لا يفعل كل شيء من أجل العودة إليها؟ إلى موقع الوحدوي نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية وقال المخلافي: الحكومة ستبقى ملتزمة بالسلام والتعاون بشكل تام مع المبعوث الأممي لليمن. قالت التفاصيل: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي أن الحكومة اليمنية ملتزمة في السلام ولم تسعى إلى الحرب. وقال المخلافي: التزامكم بالسلام في اليمن أمر يشجعنا نحن اليمنيون على الالتزام بالسلام وعلى الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى الاستقرار في بلادنا. أضاف: لدينا الكثير من المهام والمسؤوليات التي يجب أن لا نتخلى عنها، ولدينا مهمة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتسليم السلاح ووقف الحرب، ونحن على التزام تام بوقفها لأننا لم نسعى إليها ولا نريدها أن تستمر.
قال موقع يمن مونيتور في عنوان ورد في صفحته الرئيسية: تهامة اليمنية، حر شديد وانقطاع المياه يدخل شهره الثالث. يقول الموقع: تفاقمت حالة المواطن اليمني الاجتماعية والصحية في ظل غياب الخدمات الأساسية وشدة الحرارة في المحافظات الساحلية وغياب تام لمشروع المياه على وجه الخصوص للشهر الثالث على التوالي، ما أدى إلى نزوح مئات الأسر إلى المناطق الجبلية. ينقل الموقع عن أحد النازحين من محافظة الحديدة، قال: لا نستطيع العيش في ظل غياب لمشروع الماء بشكل تام للشهر الثالث، ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي والذي زاد عن العام. من جهة أخرى، يعتبر كثير من اليمنيين في تهامة ما يعيشونه اليوم من معاناة ناتجة عن سياسة الإذلال لأبناء تهامة، ويعتبرونه أيضا عقابا جماعيا بعد تزايد عمليات المقاومة التهامية وسقوط عشرات الحوثيين وتكبدهم لخسائر بشرية وعسكرية. قبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدينا، نصحبكم في جولة الصحافة العربية، والصادرة اليوم تقول: البداية عكاظ السعودية، علقت حول المواقف الأخيرة للمخلوع صالح وقالت: المخلوع علي عبد الله صالح وقع في الكثير من التناقضات في حديثه لعدد من الإعلاميين في صنعاء البارحة، ما يشير إلى تخبط مواقفه يمينا ويسارا. واعترف صالح بأن لديه ميليشيات وصفها بالمتطوعة، عاد ليقول: نحن حزب سياسي وليست لدينا ميليشيات، لكن لدينا متطوعين يقاتلون إلى جانب ألوية الجيش، وقدمنا أكثر من 6000 قتيل. وتتابع الصحيفة السعودية: بعد أن برأ المخلوع صالح، برأ المخلوع صالح المملكة العربية السعودية واصل هرطقاته قائلا: إن على السعودية الانسحاب من أراضي اليمن، ووصف ما يدور في اليمن بالعدوان من قبل إسرائيل، بريطانيا وأمريكا. تضيف: حاول أن يتغزل بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاول كذلك اللعب على الجانب العاطفي في مخاطبته لأبناء تعز الذين يكتوون بنار انتهاكاته وانتهاكات حلفائه الحوثيين. إلى صحيفة البيان الإماراتية: كيمون يطالب من الكويت بإقرار خريطة طريق اليمن. تقول الصحيفة في التفاصيل: أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع في اليمن مقلق للغاية، وطالب في كلمة له أمام وفدي المحادثات اليمنية خلال زيارته للعاصمة الكويتية بالعمل بجدية مع المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد من أجل إقرار خريطة طريق للمبادئ وللالتزام بوقف الأعمال القتالية من أجل ترجمة التقدم المحقق والتوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل شامل، داعيا أيضا إلى تجنب تأزيم الوضع والعمل بمسؤولية ومرونة من أجل الوصول إلى حل شامل ينهي النزاع. صحيفة الخليج عنونت في إحدى صفحاتها الداخلية وقالت: مجلس المقاومة في تعز يدين مضايقة قياداته. من عناوين الصحيفة أيضا التي جاءت: اعتقال 5 مطلوبين في قضايا إرهاب في عدن. تقول الصحيفة: قبضت شرطة محافظة عدن على 5 أشخاص مطلوبين أمنيا على ذمة قضايا الإرهاب وزعزعت الأمن والاستقرار. وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب في بلاغ صحفي تلقته الخليج وتلقت نسخة منه: تمكنت وحدة أمنية تابعة لإدارة شرطة عدن من القبض على 3 من العناصر الخارجة عن النظام والقانون بعد البحث والتحري عن أماكن تواجدها في أحد الأحياء في مديرية المنصورة. وأفاد بأن حملة المداهمة جاءت وفقا لمعلومات مهمة حصلت عليها أجهزة الأمن تفيد بمحاولة هذه العناصر تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن ومقار حكومية أخرى. الحوثي وتجارة الوقت، تحت هذا العنوان كتب خالد السليمان مقالا ونشره عن مماطلة الميليشيا الحوثية في المحادثات، وقال السليمان: كل ما يفعله الحوثي في الكويت هو شراء الوقت، وليته حتى يدفع ثمنه فهو يحصل عليه بالمجان. فبعد مرور أكثر من 3 أشهر على المفاوضات وتأمل مواقف المتفاوضين، يبدو جليا أن الحوثي
غير جاد في التوصل إلى السلام في اليمن حتى وهو يتعرض للهزائم والخسائر، ولأن الدور الذي يقوم به في اليمن متصل بالدور الأكبر الذي تلعبه إيران في المنطقة، فإن الساحة اليمنية مجرد جزء من المسرح الإقليمي، وما دام الحوثي مجرد أداة فإنه لا يملك أي قرار بالسلم أو الحرب في اليمن، وبالتالي فإن مفاوضات الكويت مجرد شراء للوقت لالتقاط الأنفاس وتخفيف الضغط العسكري واستعادة القدرة على مواجهة التحالف وتعبئة الجبهة المحاذية للحدود السعودية. ما هو الحل الذي يملكه التحالف إزاء هذا العبث والتسويف؟ الحل الأول تعرية الموقف الحوثي أمام المجتمع الدولي وتسليط الضوء في المحافل الدولية أمام مماطلة الحوثيين في العودة إلى الشرعية وكشف الجرائم التي ترتكبها ميليشياته على أرض الواقع، وخاصة تجنيد الأطفال وقصف المدنيين. الحل الثاني التلويح بالعودة إلى الخيار العسكري بتعزيز قدرات الحكومة الشرعية وتكثيف القصف الجوي ليكون عامل ضغط خاصة في معاقل الحوثيين كصعدة. أخيرا أقترح على الحكومة الكويتية إرسال فاتورة الإقامة للوفد الحوثي حتى يدرك أنه ليس في رحلة سياحية من 5 نجوم. إلى صحيفة القدس العربي، تابعت التطورات الميدانية في محافظة لحج وعنونت: التحالف العربي يدفع بتعزيزات عسكرية لشمالي لحج اليمنية. تقول الصحيفة في التفاصيل: دفعت قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في محافظة لحج بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو جبهة القبيطة على الحدود مع محافظة تعز. وقال فهمان الغبس القيادي في المقاومة بمحافظة لحج: قوات التحالف العربي في اليمن دفعت بتعزيزات عسكرية قوامها 400 جندي بعدد من الدبابات وعربات BMB والمدفعية باتجاه مدرية القبيطة. وأضاف الغبز أن الدفع بتلك التعزيزات يأتي في إطار التحضير لشن هجوم واسع النطاق في المنطقة واستعادة بعض المواقع العسكرية التي سيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قبل أيام قليلة. صحيفة العربي الجديد تابعت موضوع التيار الكهربائي المنقطع عن محافظات الجمهورية وقالت: الحوثيون يقايضون اليمنيين الكهرباء مقابل فواتير فترة الانقطاع. تقول التفاصيل: عادت الكهرباء جزئيا منذ منتصف يونيو الجاري إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انقطاع تام دام أكثر من عام ونصف. تتابع الصحيفة: أعلن الحوثيون بشكل مفاجئ عن تشغيل محطة حزيز المحلية لتوليد الكهرباء جنوب شرق العاصمة، وذلك بشكل جزئي لمدة 5 ساعات يومية، وكذلك تشغيل محطة الكثيب في مدينة الحديدة ابتداء من منتصف الشهر الجاري لمدة 6 ساعات يومية. وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء، قالت للعرب الجديد، أن ثمة أهداف تجارية يسعى لها الحوثيون من وراء إعادة الكهرباء جزئيا إلى مدينتي صنعاء والحديدة، وأن سلطة الحوثيين تسعى من خلال إعادة الكهرباء إلى تحفيز المواطنين والجهات الحكومية على دفع مديونية مؤسسة الكهرباء لديهم. وقال عادل قطقط الناشط المحلي في مدينة الحديدة إنه بعد أيام من إعادة الكهرباء جزئيا إلى المدينة تفاجأ السكان بوصول فواتير الكهرباء، وقال: يعاني الناس من انقطاع تام الكهرباء منذ أكثر من عام، وهناك من تكبد خسائر في شراء ألواح الطاقة الشمسية وشراء مولدات ووقود، وحدثت كوارث ووفيات بسبب انقطاع الكهرباء، وعندما عادت ولسويعات قليلة تأتي معها الفواتير في إجراء مستفز. صحيفة السياسة الكويتية عنونت في إحدى صفحاتها وقالت: هادي يرفض استقالة رئاسة جامعة حضرموت. إلى التفاصيل: رفض الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي استقالة تقدمت بها رئاسة جامعة حضرموت احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب الجامعة. وقالت السياسة: الرئيس هادي أشاد بأساتذة الجامعة مشيرا أنهم استطاعوا أن يحافظوا على هذا الصرح في أحلك الظروف القاسية بقدر عال من المسؤولية،
وعبر عن ثقته الكاملة بتواصل رئاسة الجامعة عملها، وأنه وفي مايو الماضي تقدمت رئاسة جامعة حضرموت باستقالتها نتيجة تجاهل الحكومة لمطالب الجامعة المتراكمة منذ العام 2013. وبهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة، وهي مع الرسام، وألقاكم على خير في حلقة أخرى نتابع سويا الكاريكاتير.